معلش هرجع بس راجعه نسيت، معلش انا بعتذر. في معانا تقرير مع كابتن جابر عبد السلام المدير الفني لفريق الكره الطايره تحت 17 سنه، هنشوفه قال ايه بعد مباراته مع الطيران وترجعوا لنا مره ثانيه. مستوى النهارده بالنسبه للفرقه، احنا بنلعب في الدور قبل النهائي، في عندنا اربع فرق اللي هي الطيران وبتروجيت وفرقه النادي الاهلي وفرقه الظهور اللي احنا لعبناها النهارده. تقريبا المستوى طبعا مرتفع عن الدور اللي فات اللي هو الدور الاول. احنا بنلعب في بطوله المنطقه ان شاء الله، وطموحات الفرقه ان شاء الله انها تحقق البطوله. طبعا الفرقه اللي لعبناها النهارده فرقه يعني تعتبر من الفرق المتوسطه، لكن انا فرقتي برضو ناقصها لعيبه مصابين ان شاء الله يرجعوا معانا في المباراه اللي جايه، وان شاء الله نحقق امنياتنا وامنيات اللعيبه ونحقق امنيات الجمهور كله ان شاء الله. في دور السته الاول يعني بياخد اول وثاني من المجموعات، المجموعه دي اللي هي دور قبل النهائي، وبيلعب دور السته لان احنا ثلاث مجموعات. يلعب دور السته من دور واحد، بيحدد الترتيب من الاول للسادس ان شاء الله. والله احنا النادي الاهلي ما يعني احنا بنقولش الحظوظ، لكل مجتهد النصيب، احنا بنجتهد وربنا هو الموفق ان شاء الله، لكن في كل الحالات انت عارف النادي الاهلي ما بيلعبش غير على بطوله، او احنا النادي الاهلي هنا بنربي دايما باستمرار من الصغر من سن الست سنين وسبع سنين على روح البطوله، ودي مش موجوده طبعا في كل الانديه، احنا عندنا احنا بس، مش بالنسبه للعبة الكره الطايره لكن بالنسبه للالعاب الجماعيه كلها والالعاب الفرديه. النادي الاهلي لا يعني لا يرتضي بغير البطوله وبغير الوقوف على منصه التتويج، سواء في كره الطايره سواء في كره السله كره اليد سواء في التنس الارضي تنس يعني في كل الالعاب. والحمد لله الامور كلها متوفره هنا، ومجلس الاداره والنشاط الرياضي موفرين كل سبل النجاح هنا، والاجتهاد على المدرب واللعيبه والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. في لعيبه معايا فعلا صعدوا السنه دي على مستوى الدرجه الاولى من نفس السن دوت اللي هو سن ال 17 سنه. انا طبعا كان معايا فرقه ال 17 كلها اللي هي اللي خدت كاس، اللي خدت رابع كاس العالم وخد البطوله العربيه، كلهم الحمد لله يعني من اولادي من هم تحت 15 سنه، مرنتهم الاربع سنين اللي فاتت دي كلها، الحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله ويصعد واحد او اثنين من الفريق ده، بس لسه البذره ما بنتش، يعني ما بنتش ان ده يبقى لعيب كويس قوي ولا لا، لان برضو النضوج ما بيبقاش على استعجال، احنا النضوج عندنا بيتاخر شويه، ممكن لعيب نضوجه بيتاخر، وفي لعيب بيبقى موهبته بتقدمه بدري، وربنا يكرم ان شاء الله. عندنا برضو لاعب اسمه زياد اسامه، لاعب اشول بيفكرني باحمد صلاح لما كان في سن 15 و17 سنه، ان شاء الله هيبقى مستقبل النادي ان شاء الله. النهارده الحمد لله كسبنا 3-0، ماتش يعني لحد ما كان كويس، احنا يعني دورنا كان كويس، لعبنا كويس ويعني جبنا اخرنا، والحمد لله يعني سمعنا كلام الكابتن زي ما قالوا بالظبط، الحمد لله يعني كسبنا 3-0. تحميس الفرقه حتى كسبانين خسرانين نقعد نحمس بعض ونلعب لاخر اخر نقطه، مفيش اللي احنا نتساهل ولا نضيع الوقت، نلعب لحد اخر نقطه ونجيب اخرنا. ان شاء الله ناخد القاهره، احنا دلوقتي في القاهره داخلين على دور السته، بعدين ان شاء الله الجمهوريه ناخدها، يعني السنه دي الفرق صعبه، فاحنا ان شاء الله نكسب واحنا نشد حيلنا واحنا بادين في بدايه حلوه، يعني نحاول نطلع درجه اولى قريب، نشد حيلنا كلنا ونطلع درجه اولى ونرفع راس النادي ان شاء الله.